بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم جميعا وأهلا بيكو. النهاردة هنقدم لكم سمك البلطي مع الرز والخضار مع بعض. هنشوف المكونات بتاعتنا. عندي السمك البلطي زي ما احنا شايفينه، والليمون والمستردة والثوم والبصل والزبدة والكرات والكرفس والرز بتاعنا والفلفل والطماطم الزجرنش. ونبدأ مع بعض نشوف الخطوات بتاعتنا هنعمل ايه ونمشي ازاي. اول حاجة ان هبدأ هعمل المارينيه. ايه هو المارينيه ده؟ عبارة عن ايه؟ هنشوفه واحدة واحدة مع بعض ونقطع حاجته ونضربها في الخلاط ونتبل السمك بتاعنا. هنشوف واحدة واحدة، هنقطع البصل والحاجات الخضار معايا. اول حاجة الحاجات دي كلها هتتقطع وهتتحط في الخلاط وهنضربها واحدة واحدة مع الزيت والخضار. هاخد شوية شبت وكزبرة خضرة وهنضربهم هنقطعهم مع بعض زي ما احنا شايفين. وطماطم حاجة بسيطة خالص كده. زي ما احنا شايفين. ونجيب الخلاط بتاعنا. وهنحط فيه المكونات دي مع الزيت ونضربها مع بعض. حط البصل والخضار بتاعنا. وشوية الزيت. وأظبط المكان بتاعي واحدة واحدة. وهدي توم، معلقة توم صغيرة. ومعلقة مستردة. وهضرب وأحط الملح والفلفل. ادي الملح وفلفل معانا وشوية سن كمون فلفل. وهنضرب المكونات دي مع بعض. هو ده القوام اللي انا عايزه كده. انا عندي المارينيشن جاهز وهبدا اقطع السمك واشقه واقطعه. اول حاجه السمك البلطي عندي اهوت، عينيه كويسه شكله فريش، وهقطعه تقطيعتين صغيرين على اساس يدخل فيها المارينيه ويبقى يتشرب من المارينيشن بتاعنا. ادي تقطيعتين اهمت او ثلاثة، والتانية برضو نفس النظام اهيت. وكده انا قطعت السمك بتاعي وهحطه في البولة اللي انا همرني فيه، اللي انا همرنينه فيه. خلاص كده حط المارينيه على السمك واحدة واحدة واسيبه في التتبيلة دي لمدة 10 دقايق كده. اقلبه تقليبة عشان يتشرب وياخد من المارينيشن ده واسيبه براحته كده واجهز بقية الطبق بتاعي. هجهز الرز مع بعض واحدة واحدة كده. الرز بقى
هنعمله وندلع شوية رز حلوين مع السمك البلطي اللي أنا هقدمه ده. أجهز النار والحلة بتاعتنا ونبدأ نشتغل في الرز. نحط شوية زيت كده على النار ومعلقة زبدة صغيرة والرز عندي اهوت، هناخد منه شوية ونضيفهم في الحل. تسخن كده معايا الزبدة والزيت، اكون قطعت بصلاية للرز اللي هنعمله دلوقتي. بصلة معايا هفرمها فرمة ناعمة، زي ما احنا شايفين. هي كده بصلة اهي. وبعد كده هضيف الفلفل بتاعي، ادي البصل واسيبه على النار يطلع الريحة والقيمة الغذائية العالية بتاعته، وهدي قرن فلفل احمر واصفر معايا. وقرن فلفل اصفر برضو، التقطيعة بتاعتنا دي هنسميها تقطيعة كاريه عشان تبان في الرز بتاعي. تقطيعة كاريه زي ظهر الطاولة، برضو زي ظهر الطاولة كده مربعات، ونضيفها مع الرز. بس مش هضيفها دلوقتي لان الفلفل ما بياخدش سوى جامد، وانا بسقي الرز كده مع بعض، هنبقى نضيفهم في الاخر، الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر وفلفل اخضر، حتة فلفل اخضر برضو، يبقى عندي تناسق الالوان في الطبق بتاعي. البصلة انا عايزها لون ذهبي وتحمر شوية على النار. وكده انا خلصت التقطيعات بتاعتي، هبدأ اضيف الرز على قد ما انا عايز. البصل لازم تاخد لون ذهبي شوية عشان انا عايز الرز غامق شوية مع السمك بتاعي. هضيف الرز اهو، مع معلقة صلصة صغيرة، مع الملح والفلفل، شوية ملح وفلفل وكمون، ادي الكمون وادي الفلفل بتاعنا، وهدي تقليبة المكونات دي كده مع بعض، تقليبة كويسة كده. وأجهز البيون اللي أنا هسقي بيه الرز بتاعي. تمام كده. أجهز بقى الطاسة اللي هعمل فيها السمك. مع بعض واحدة واحدة هنحط الزيت اللي هنشوي فيه السمك. نقلب الرز وعلى ما البيوم بتاعنا يجهز. الرز بتاعي كده خلاص سخن اهوت. هحط المية
الفلفل بالالوان اللي انا حاطه اللي انا قطعته. تمام كده. بيوم بتاعي ونديله تقليبه ونسقي الرز. هنسقي الرز بتاعنا اهوت مقدار عقلة الصباع كده فوق. واسيبه يستوي على النار. اهدي النار عليه بقى كده واسيبه يستوي براحته. وادي الغطا ونبدا نشوف الطاسه بتاعتنا والسمك بتاعنا. هظبط مكاني يكون نظيف يلمع بيلمع كده ونضيف كده والطبق عشان يشجعني في نظافة المكان بتاعي يخليني أنتج حاجة كويسة وجميلة. هنحط السمك بالراحة كده الأولى كده بالراحة. وآدي السمكية الثانية واسيبهم براحتهم يستووا. السمك يا جماعة عايز نار حامية في الأول عشان ما يلزقش في الطاسة، وأسيبه كده واحدة واحدة مع بعض كده وإحنا بنسويه. ولازم وأنا بجهز الطبق بتاعي والغرف بتاعي والرز بتاعي زي ما إحنا شفنا الرز، لو أنا عايز أعمله رز أبيض ممكن، رز صيادية ممكن، ممكن رز بين الاثنين اللي احنا عملناهم دلوقتي اللي هو واخد الصلصة واخد الطماطم البوريه والفلفل الألوان والبصل والبيون اللي هو بيون سمك معايا. لو انا عندي عظم سمك او دبريات سمك او بواقي سمك نية ممكن هعمل الشوربة دي على النار مع البصلة والعكرات والكرفس فيها، وبيديني ريحة مع بواقي العظم السمك ده وبيون كويس أسقي بيه الرز ويديني قيمة غذائية عالية جدا. ونشوف مع بعض السمك واحدة واحدة كده، نجيب ماسك كده ونقلب وندلع السمك بتاعنا. ادي السمك بتاعنا هنشوفه اهوت. يا جماله. وزي ما احنا شايفين اهوت الشكل مع الفتحات اللي انا عملتها ديت بتشرب المارينيشن اللي انا عملناه مع بعض وشفناه. هقلب تقليبة كويسة كده اهوت. السمك ما بياخدش وقت قوي على النار، بياخد ممكن 4 دقايق كده و4 دقايق كده. ولو عايز ادخله الفرن هدخله الفرن يكمل سواه 2 أو 3. ولو كمل معايا في الطاسة زي ما احنا شايفين هو هيكمل معايا في الطاسة، مش محتاج وقت. لو بشوي سمكية كبيرة ممكن هتاخد وقت اكتر وادخلها الفرن. نبص بصة على الرز مع بعض وعلى ما السمك يستوي شوية. الرز بيشرب معايا اهوت. اقلب تقليبة واسيبه يكمل سواه. لسه محتاج شوية وقت برضو. ونبص بص على السمك ونقلب السمك بتاعنا. عايز السمك لون ذهبي وحلو كده ومستوي كويس. وافكر ازاي بعد ما اعمل الحاجه بتاعتي ان انا افنش الطبق بتاعي ازاي واديله ديكور ازاي وهزوق الطبق بتاعي ازاي اللي هو بتاع التقديم. اول حاجه انا عندي
الليمون الإيطالي، وعندي الليمون البلدي، وعندي الطماطم بتاعتي اللي هنزوق بيها على ما السمك يستوي كده. نعمل شوية طماطم ديكور والليمون. الديكور ده زي ما احنا قلنا قبل كده، ده الهيومن تاتش اللي هي اللمسة الإنسانية بتاعتك وقمة الإبداع. يبقى احنا زي ما احنا بنقول اللي هي الهيومن تاتش، ان انا من اقل حاجة ابدع واعمل ديكور وجرنش سهل ولذيذ وسهل على الناس كلها انها تبدع وتعمله بسلاسة جدا. طماطم معايا اهي هقطعها تقطيعة جوليان متناسقة عشان هجرنش بيها الطبق بتاعي، وليمون برضو هقطعها انصاص وبعدين على 4 وهشكل بيها الطبق. وادي الليمون. الليمون الايطالي انا ممكن اعمل ايه وردة، او ممكن نعمل وردة 7 × 8 كده، هنعملها مع بعض. اهدي النار شوية بقى عشان السمك يستوي على نار هادية معايا. تمام كده، وهنعمل الوردة مع بعض. بقطع الليمونة كده والتانية كده، وهنعمل وردة 7 × 8 كده وكده بالراحة واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين واحدة واحدة، مش مستعجلين. وادي الليمونة اهي، ونفتحها مع بعض. بقت ادتني شكل لذيذ وشكل جميل انا محتاجه مع الطبق اللي انا بعمله. هنكمل مع بعض ونشوف الرز بتاعنا عمل ايه والسمك بتاعنا عمل ايه. هنبصوا بس على الرز. الرز اتشرب وخلاص داخل على السوى اهوت. كده الجمال اللي انا عايزه، والرز يعتبر استوى عندي. السمك قرب خلاص برضه، هنبص عليه بصة. هطفي على الرز واسيبه 2 دقيقة ونبدأ نغرفه ونبص بصة على السمك اللي معانا. كده انا خلصت الرز والسمك بتاعنا برضو قدامه شوية ويخلص. زي ما بنقول يا جماعة، عندنا اي نوع سمك، دينيس وقار او سلمون او اي نوع سمك معايا، بأتبله نفس المارينيشن اللي احنا عملناه مع بعض وشفناه خطوة بخطوة، واسويه على النار بعد ما يشرب من المارينيشن بتاعنا ده، ونشوف السمك بتاعنا والرز وصل لايه. ادي السمك هنقلبه اخر بقى تقليبة، خلاص كده هو يعتبر استوى. والرز عندي جاهز، هجيب الطبق بتاعي ونبدأ نغرف الطبق مع بعض. الطبق اهوت زي ما احنا شايفين، ونغرف الرز مع بعض. كده هطفي على السمك، هو كده استوى، وواحدة واحدة نغرف الرز.
أو واحدة واحدة كده. غرفت الرز اهوت، هسويه كده وهظبطه واحده واحده كده على اساس هعمل شكل جميل، شكل كويس وانا بقدم الطبق بتاعي. زي ما احنا شايفين اهوت تمام كده، خلصت الطبق كده وخلصت الغرف الرز بتاعي. اظبط المكان عشان السمك وانا بغرف. وهجيب السمك واحدة واحدة. اهوت وادي التانية. جيب حاجة امسك بيها برضو معايا. وهحطها كده جنب اختها. كده انا خلصت الطبق بتاعي وغرفت الطبق. تمام كده خلصت الطبق اهوت وحطيت السمك. واكمل الديكور اللي انا عايزه في الطبق بتاعي. واكمل الديكور اهو واحده واحده. حط ليمونه بقى كده، وليمونه برضو قبالها كده بالراحه واحده واحده. وليمونه في النص كده بين السمكتين، الورده اللي انا عاملها والطماطم بتاعتي. وانا بحط الطماطم اعملها بعد التعب اللي عملته، هعمل شكل كده على مقوسهم كده بالراحة في السمك اللي انا عامله. نفس النظام كده قدام اهوت. وكده انا طبعا خلصت الطبق بتاعي بالشكل ده. خلاص كده انا خلصت الطبق بتاعي واتغرف كده. وكده يا جماعه زي ما احنا قلنا مع بعض، طبق سهل جدا و سهل تفنيشه وسهل الجرنش والديكور بتاعه والبرزنتيشن زي ما احنا عملنا كده مع بعض، حاجة سلسة وجميلة. ويا رب يعجبكم وان شاء الله يكون بالهنا والشفاء. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.